السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نبص مع بعض على Library Office Writer. Library Office هو برنامج مفتوح المصدر مجاني، بيحتوي على برنامج اسمه Library Office Base، ده متخصص في قاعدة بيانات. وعندنا Library Office Writer اللي هو الوورد، ده هنا قاعدة البيانات هنا بنشرحه ان شاء الله. وبعد كده في عندنا اللي هو Library Office Calc اللي هو عامل زي الاكسل، والميزه ان كل الحاجات دي مجانيه. فخلينا نركز على Library Office Writer، ده بتكتب فيه الجواب بتاعتك. طيب اول حاجه ممكن نفكر فيها ان احنا نروح لاوبن ونتاكد هو بيفتح ايه. فنلاقي ان هو بيفتح الملفات اللي هي معموله اوبن، اللي هي او دي تي او او تي تي، او في امتداد اللي هو الوورد بيفتح الدي او سي اكس. فلو انت عامل عندك شغل مسيف على الوورد هيفتح معاك بدون اي مشاكل خالص. تمام، نيو بتبدا بقى تشوف انت عايز تبدا ايه. هتلاقي هنا دي تكست اللي هو الوورد، وهتلاقي سبريد شيت اللي هو الاكسل والبرزنتيشن ودروينج وفورمولا وداتابيس وهكذا. فتقدر تلاقي كل البرامج بتاعت الاوفيس مرتبطه ببعض، لايبر اوفيس مرتبطه ببعض، تقدر تفتح اي واحد فيهم من هنا. تمام، وبعد كده ممكن تقول له انا عايز اقفل الملف، ممكن تقول له ويزرد انا عايز ابدا مثلا اعمل ليتر او فاكس او اجندا او دوكيمنت كونفرتر. طيب الليتر فبيبدا يقول لك البيزنس ليتر، الديزاين تبدا تختار نوع، هل ديزاين جديد ولا مودرن ولا اوفيس ولا. طيب لا ده هو حاجه شخصيه، جواب شخصي، فبيقول لك اني واحد فيهم. طيب بيزنس ليتر نيكست، عايز تحط اللوجو، عايز تحط السبجكت لاين وهكذا. طيب اوكي تمام، ممكن تقول له يوز يوزر داتا فروم ريتيرن ادرس نيكست. فوتر تبدا تكتب كلمه كده في اسفل الحاجه. تمام، خلي بالك هو بيبدا من هناك بالشكل دوت، وانت تبدا تغير اللوجو وتغير الحاجات دي. هتسيف فين باسم ايه وهكذا، تقول له فينش، فيبدا يعمل لك الملف اهوت، تقول له سيف. ممكن تعمل انيبل للماكرو او تعملها ديسيبل. تمام، فعمل لك الجواب بالشكل دوت. انت بقى تبدا تحط مثلا فيرست نيم، فيرست نيم هنا موجوده بحيث ان انت تغيرها مره تتغير في كله وهكذا. فتقدر تغير الفيرست نيم مثلا، تقدر تشوف حاجات تانية مثلا زي اللاست نيم، زي كومباني، ستريت، سيتي، كل الحاجات دي تقدر تكتب زي ما انت عايز. هنا هتلاقي المعلومات الفورمات ان بلس هولدر دوت، ده عباره عن تكست مثلا. اوكي هيبدا يغير لك الاسم بالشكل دوت وهكذا. اللاست نيم تدخل تغيره وتبدا تعمل، بيسهل لك بدل ما تبدا من الصفر بيبدا يعمل لك الحاجات ديت. طيب ممكن تيجي تقول لا انا عايز الملف القديم. طيب من فايل هنا مثلا انا عايز اشوف تمبليت مثلا للملفات، فبيبدا يقول لك افتح ملف من فلات التمبليت اللي موجوده. طيب ممكن نقول له بقى احنا عايزين نعمل سيف او سيف از نسخه تانية وهكذا. ممكن تعمل اكسبورت للملف دوت بتاعت سيفه كانه اي بي يو بي دوكيومنتس، ده بيتقرا على الحاجات الالكترونيه زي امازون وكده، ميديا ويكي، جي بي جي، رايتر، بي ان جي، البي دي اف. طبعا اغلبنا بيحب يعمل اكسبورت للبي دي اف لانه بيتقرا على كل الاجهزه خلاص. ممكن تقول له اكسبورت از بي دي اف على طول او اي بي يو بي وهكذا. وتقدر تعمل برنت بروبرتيز وديجيتال ساين. الايديت بتلاقي هنا القوائم اللي هي بتاعت كنترول زد وكنترول واي، اندو وريدو، كات كوبي بيست كلهم موجودين، سيلكت اول تعمل تحديد لكل حاجه، فايند بتدور على حاجه، فايند اند بليس روح للصفحه رقم كذا، تراك تشينج ممكن تقول له ريكورد بحيث لما حد يكتب اي حاجه التعديلات كلها تبقى مسجله، بحيث انت تقدر تراجع وتوافق على بعض التعديلات ولا لا. يعني مثلا لو عمل كتاب مثلا وبعت لحد يراجعه، فممكن هو عدل بعض الحاجات فانا مش عارف هو عدل فين، فهو ده بيعمل تسجيل لكل الحاجات ويبدا يشوف التعديلات دي فين. الكومنتس لو في اي كومنت موجود وهكذا. الريفرنس اللي موجوده طبعا نقدر نضيف ريفرنس للكلام اللي احنا بنعمله، بحيث لو انت تعمل بحث علمي او حاجه زي كده. الفيو انت عايز تشوفه بطريقه النورمال او طريقه الويب بالشكل دوت. اليوزر انترفيس تقدر تتحكم في شكلها، بتلاقي فيه اشكال كتيره موجوده جاهزه بالشكل دوت. ممكن لو انت حابب الاسلوب دوت تقدر تكمل عليه.
ممكن تيجي هنا من فيو وتقول له لا ده انا عايز اغير طريقة العرض ديت. ممكن بعد كده اجي هنا من فيو واقول له لا ده انا عايز الاسلوب اللي هو المنيو بار بالشكل دوت، وتلاقي المنيو بار. فتقدر تيجي من فيو وتبدأ تختار لو انت عايز تغير الشكل تاني او ترجعه تاني. تقدر تقول له من فيو تقول له انا عايز اشوف مثلا الستايل اللي موجودة، فيبدأ يجيب لك الستايل بحيث مثلا اي كلمة تقدر تغير الستايل بتاعها زي ما انت عايز. قمت انسيرت، تقدر انسيرت لاي ايمج، لاي تشارت، لاي ميديا، لاي اوبجكت. يعني ممكن تقول له ايمج وتعمل انسيرت مثلا لل الصورة دي مثلا. بالشكل دوت. طيب ممكن تعمل من السيرت مثلا تشارت، يبدأ يعمل لك التشارت بالشكل دوت، وانت بقى تبدأ تدخل المعلومات اللي انت عايزها. خلينا نبدأ ملف جديد، اجي هنا من انسيرت واقول له انا عايز اعمل تشارت للتشارت، فيبدأ يجيبهم لك بالشكل دوت. تقدر تغير اسلوب العرض بتاعك زي ما انت عايز. يبقى بالشكل دوت. تقدر تدخل تغير القيم والشكل بتاعها والاريا والشفية والفونت وكل الحاجات ديت بحيث تعمل حاجة المناسبة ليك. فورمات داتا اثيس. ممكن تعمل داتا ليبل للكلام المكتوب بالشكل دوت. طيب ممكن نقول له مثلا انا بعمل انسيرت للحاجات اللي تنفع تتضاف هنا، فهخرج بره واقول له مثلا عايز اعمل شيب. فتلاقي اشكال كتير تقدر ترسمها مكتوبة في حاجات جاهزة. زي ما احنا قلنا البرنامج اوبن سورس ومجاني والناس بتشتغل بيه بقالها سنين ومن غير ما حد يشتكي او يقول ان في حاجات ناقصة او في حاجات فيها مشكلة. ستايل، تبدأ تختار الستايل اللي انت عايزه. تيبل، لو انت عايز تنزل جدول فتبدأ تختار الجدول اللي انت عايزه. انسيرت، طيب انسيرت تيبل، ونبدأ نختار مثلا شكل التيبل مثلا بالشكل ده اكاديمي شوية. تبدأ بقى تكتب هنا بقى اللي انت عايزه. الشكل دوت تقدر تخليهم مثلا في النص او تخلي بولد او تاليك او اندرلاين وهكذا. تقدر تحط دي في خانة فوق او تحت او بالجنب زي ما انت عايز. فتلاقي في ممكن تعمل ميرج للسيلز، تبدا تدخلهم كلهم مع بعض بشكل حلو. في فورم كتير ممكن تعمله بحيث ان انت مثلا تعمل ليبل بالشكل دوت، وبعد كده اي حد يبدا يبلغ تولز. في عندك حاجة مثلا تعمل تشيك للكتابات وهكذا. ممكن تدخل في الاوبشن وتلاقي حاجات خاصة باليوزر داتا الجنرال. تمام، يعني تكتب معلومات هنا هو اوتوماتيك يبقى يشتغل بيها ويحطها. في فحص الاونلاين ابديت وهكذا. في لانجوج سيتنج، بيبدأ يقولك اليوزر انترفيس الواجهة دي كلها يبدأ يعرفها لك. فبدل فايل ملف وإديت تبقى تحرير وهكذا. فلو انت عايز بالعربي تقدر تخلي كل حاجة بالعربي زي ما انت عايز. ويندو، ممكن فتحنا كذا واحد تقدر تبدل بينهم من هنا بالشكل دوت، او تقدر تقول له كلوز للويندو ديت والهلب. ممكن بقى تيجي تكتب اي كلام مثلا اهوت. تمام، ممكن تعمل سيلكت بقى على الكلام دوت، تختار نوع الفونت، نوع التكبر تصغر، تعمل فقرات عناية نقط وهكذا. تختار الستايل اللي انت عايز تشتغل عليه، تعمل ابديت للسيلكت ستايل. التيبل، تقدر ترسم تيبل بسرعة من هنا وهكذا. تقدر تعمل محاذاة زي ما انت عايز للكلام اللي انت عايزه. تمام، خلينا نرجع للهوم.
هتلاقي في حاجات مثلا انت تختار التايتل على طول، ان انت تعمل باك جراوند كولر للكلام بتاعك، تختار له اللون او تختار لون للكتابه، او تكتب ناحيه العربي تكتب ناحيه الانجليزي. فهو في شويه امكانيات حلوه تقدر ان انت تشتغل عليها. تقدر تعمل تكست بوكس بالشكل ده وتكتب فيه الكلام اللي انت عايزه. ممكن يكون في حاجه في نص المقال عايز تخليها بالشكل ده تقدر تتحكم فيها. تقدر تعمل محاذاه. فتقريبا اغلب الحاجات اللي هي موجوده في الوورد موجوده هنا، وسهل الاستخدام ومجاني تماما.